الثانوية العامة والناس اللي اتخرجت من الثانوية العامة بنجاح، والكل اللي عنده تنسيق جامعات، يعني ياريت كده بقى ورقة وقلم كده ونحاول نسمع مع بعض. لو سألت باباك أو مامتك أو أخوك الكبير شويتين يعرف إيه عن التنسيق هيضحك ويحكي لك حكايات تفطسك ويمكن تحبطك. من عينة كلام سمير غانم الفنان القدير ربنا يديله الصحة اللي يقول لك فيها ان الراجل بتاع التنسيق ايامها كان عنده مشكلة في عينيه، يعني يحول بتاع الزراعة لمحصل كهرباء وخريج تجارة بلدية، فكنا نشوف بعض ونقول التنسيق وداك فين. طب هو الحال ده استمر ولسه كلام اهاليكم والناس اللي قدي موجود؟ الراجل بتاع التنسيق لسه ماسك عصاية التحويلة ولا لأ؟ دلوقتي الموضوع كله في زراير كيبورد كمبيوتر اللي حضرتك هتدوس عليها وتختار كليتك، وقبل ما تدوس عايزك تفكر وتسأل نفسك سؤال يمكن تعتبره غريب شوية عليك ويمكن على بابا كمان. السؤال عن السوق، عن الحياة عايزة ايه؟ هو سؤال كده، مش انت عايز ايه، الدنيا عايزة ايه. ابسطها لك، انت مجموعك، وبخص طبعا المرحلتين التانية والتالتة، يعني بيجيب كليات ايه او معاهد ايه، حتى المرحلة الاولى اللي من حقهم ان هم يغيروا قرارهم بالكليات لحد يوم الاربعاء اللي جاي الساعة 7 مساء. هنا مش مربط الفرس، مربط الفرس بره شاشة الكمبيوتر اللي عليها الكليات المقترحة، هو سوق العمل. مش كلاشيهات ولا يفط كانت بتتحط من عشرات السنين فوق رؤوس مسؤولين قاعدين في ندوة ولا في مؤتمر، كلام عملي بجد فيه اعلانات كتير عن وظائف محتاجاها شركات ومصانع مش لاقية الخريج الصح. بكرة ان شاء الله هيكون ضيفي المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، هيكلمنا عن حاجات كتير في القطاع الخاص وسوق العمل. هسأله ايه اللي مطلوب في سوق العمل ده، يمكن يساعد ويحكي عن مصانع مصر محتاجة ايه، وكمان هنحاول مع متخصصين يوضحوا لنا ازاي نختار كليتنا. وعايز ابتدي مع معالي وزير التعليم العالي الاسبق دكتور حسين خالد واطرح عليه اول سؤال. برحب بحضرتك يا معالي الوزير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك معالي الوزير. اختار كليتي سنة 2020 ازاي؟ والله بص حضرتك، انت قلت كلام يعني ممتاز جدا ومفيد. هو بالإضافة لأنه سوق العمل محتاج ايه والدنيا اللي حوالينا فيها ايه، أيضا يرتبط بهذا ارتباط وثيق أنا عايز ايه كمان، يعني ومش مهم أنا عايز ايه، أنا قدراتي تخليني يعني أبقى مفيد للمجتمع ولأسرتي ونفسي بإيه. فدي معادلة بتبقى يعني صعبة جدا، وبالذات بيبقى الشباب في مقتبل العمر طبعا يمكن ما يبقاش عندهم الخبرات الكافية، أو أيضا ما بيبقوش يعني قادرين إن هم يستوعبوا خبرات الناس الأكبر منهم شوية اللي هم يمكن يقدروا يساعدوهم في هذا. فالموضوع معادلة صعبة جدا، ويمكن كلنا حضرتك وأنا وناس كتير قوي مروا بهذا الكلام اثناء شبابهم واثناء فتره اختيارهم للتخصص اللي هم عايزينه. طب معالي الوزير، يعني حضرتك بتقول خبراتهم مش كافيه فممكن يرجعوا لخبرات اهلهم. للاسف خبرات الاهل يعني مبنيه على دنيا تانية غير الدنيا اللي بتحصل حوالينا النهارده، وغير الدنيا اللي هتحصل حوالينا بعد اربع خمس سنين. الدنيا ماشيه بسرعه قوي، وكل اللي الاهل كانوا عارفينه وما زال عندهم من معارف ما بقاش هو اللي بينطبق على دنيا بكره. هو كلام سيادتك سليم جدا فيما هو مضى من عمرهم، لكن هم عايشين الحياه وعايشين المجتمع وشايفين اللي بيحصلوا وبيشتغلوا، عندهم برضو خبرات متراكمه، مش لازم يرجع لورا مكان وقت ما كان شاب قد ما هو اللي عايشه دلوقتي. والحقيقة أنا بقول كده ليه؟ لأنه أيضا يعني الشاب نفسه أو الشابة نفسها أو الطالب أو الطالبة لازم هو نفسه يبقى عارف يعني إيه اللي هو متميز فيه،
هو هيدخل كلية طب ولا هيدخل كلية تجارة لازم يبقى عارف المواد اللي بيحبها، عارف يعني الطريق اللي هيمشي فيه. طب الصور الجميلة اللي جنب حضرتك دي كده، يا ريت تقول لي بقى كده احنا شايفين مين في الصور الجميلة عشان نعرف هل دي بنت حضرتك وابن حضرتك؟ ايوه، وفي الوسط الدكتورة رباب زوجتي يعني، وبنتي وابني دخلوا كلية الطب، والحقيقة مش انا اللي دخلتهم كلية الطب، يعني هم اللي اختاروا بمحض ارادتهم ان هم يدخلوا كلية الطب. طيب لو قعدنا فكرنا كده، واحنا عندنا كان عندنا أزمة في عدد الأطباء في الفترة الحالية دي، لدرجة إن في كلام عن أفكار تانية إننا نأهل الصيادلة أو غيرهم، هل النهاردة الطب والناس اللي بتتخرج وكتير قوي منهم بيتخطفوا بره، بيتاخدوا على سوق العمل بره لأن في عجز عالمي موجود، فده حضرتك تقول للناس اللي كان بيقول له يا ابني أنت هتدخل كلية الطب هتقعد 7 سنين ومش هتلاقي بعد كده شغل، ولا الطب بقى دلوقتي وضعها حاجة تاني؟ شوف سيادتك، هو طبعا الطب ما زال برضو دي وضعه، هي المشكلة بس انه المجاميع العالية جدا بتؤدي الى احباط كثير من الناس ان هم ما يقدروش يدخلوا كليات اللي هم عايزينها، لكن برضو في الاخر هو بيبقى عنده priority list او عنده اولويات، يقدر ان هو لو الاولويه الاولى ما جاتش يخش على الثانيه وهكذا. بالنسبه للطب على وجه الخصوص سيادتك، عارف انه احنا عندنا فعلا عجز شديد في الاطباء في اعدادهم، لان احنا المفروض حسب منظمه الصحه العالميه لازم يبقى فيه يعني من 23 ل 24 طبيب لكل 10,000 نسمه. وتقدر تعرف العدد المطلوب على اساس ان احنا تعدادنا 100 مليون. دي نقطة تانية، توزيع الاطباء نفسهم في التخصصات المختلفة، في تخصصات فيها اطباء كثيرين اكثر من المطلوب، وتخصصات اخرى ما فيهاش الاطباء المطلوبين. الحاجة الثالثة، التوزيع الجغرافي نفسه بتاع الاطباء على مستوى الجمهورية برضو في شوية خلل محتاج ان هو يحتاج للتنظيم. احنا عندنا في مصر القوى العامله الحاليه في مصر من اطباء حوالي 82,000 طبيب. سيادتك لو تعرف انه يعني المسجلين في نقابه الاطباء، لان اي طبيب بيتخرج من كليه الطب لازم يسجل اسمه في نقابه الاطباء، حوالي 200,000. حضرتك تسالني الباقي ده فين؟ اقول لحضرتك انه زي ما سيادتك ذكرت كده، جزء منه بيسافر بره سواء للعلم او سواء للعمل، يعني للعمل والكسب يعني. جزء تاني بيسيب المهنه اصلا لما بيحس ان هي مش مدياله التطلعات والامال والطموحات اللي هو كان بيفكر فيها وهو في الكليه. فاحنا محتاجين نزود اعداد الاطباء، وزياده اعداد الاطباء الحقيقه بيبقى عن طريق أهم من أن أنا أزود الدفعات وأزود الكليات، وده مهم جدا ومطلوب وضروري، أن أنا أعمل الريتنشن بروسيدور اللي هي أحافظ عليهم. بالضبط، أحافظ عليهم. أحافظ عليهم بإيه؟ هم في 3 مشاكل واضحين جدا بالنسبة للأطباء في مصر. هو أول مشكلة الدخول بتاعتهم أقل من اللي هم محتاجينه يعني في حياتهم يعني. الحاجة الثانية، التعليم برضو محتاج تطوير التعليم الطبي. احنا بنحاول في لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى جماعة ان احنا نطور سواء مرحلة ما قبل البكالوريوس وبعد البكالوريوس. نتمنى ان يبقى في دراسات عليا موحدة، اللي هو البورد المصري موحد على مستوى الجمهورية، علشان نقدر ننتقي ونختار الأطباء اللي على مستوى جيد مع تدريبهم التدريب الكافي. والحاجة الثالثة، ان احنا نوفر لهم بيئة آمنة ومستشفيات يعني فيها البنية التحتية مجهزة بشكل كويس. بالضبط. طب معالي الوزير، يعني سؤالي الأخير، لو ابن حضرتك اسم ابن حضرتك ايه؟ أحمد. طب لو أحمد كان السنة دي ثانوية عامة، والسنة دي في كليات استحدثت زي مثلا كلية الذكاء الاصطناعي، ودي هتطلع لأول مرة، وجالك ابن حضرتك قال لك أنا هدخل كلية الذكاء الاصطناعي وهي لسه الكلية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، كنت هتقول له ايه؟ اقول له انا موافق 100% على اختيارك، اولا لانك انت اللي اخترت،
ثانياً لأنه فعلاً الذكاء الاصطناعي هو من علوم المستقبل اللي هي في خلال سنوات قليلة هتبقى ليها أولوية واضحة جداً في كل يعني مجالات حياتنا بما فيها الطب والزراعة والهندسة والاقتصاد وكل حاجة. أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً معالي الوزير، اتشرفت بحضرتك وكل الأمنيات بالتوفيق لحضرتك وللأسرة طبعاً. لا سعادة ليا إن أنا أتكلم مع سيادتك. اتشرفت بحضرتك يا فندم. كل الشكر لمعالي الوزير دكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق. معايا عبر الهاتف دكتور محمد عبد العزيز أستاذ العلوم والتربية جامعة عين شمس. أهلاً وسهلاً دكتور. أهلاً بحضرتك، أهلاً بساعتك. دكتور، يعني النهاردة الاختيارات أصبحت أوسع مما كانت عليه زمان، أوسع من ناحية عدد الجامعات سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات أهلية أو جامعات خاصة، عدد الكليات، عدد التخصصات، فالاختيار صعب بالإضافة طبعا للمجموعة. رأي حضرتك إيه في الحالة دي اللي بتحط ولادنا في حيرة؟ والله بص حضرتك، هو يعني طلابنا لازم يحط في اعتباره النقطة هامة جدا في مسألة الاختيار. انت قدراتك رايحة فين؟ يعني المفروض ان هو يعني احنا عايزين نبعد بقى عن مسألة الألقاب، يعني انا عايز ابقى طبيب، انا عايز ابقى صيدلي. انت عارف حضرتك دي ثقافة مصرية موجودة عندنا، ان كل اب او كل ام تأمل ان هم ولادهم يبقوا دكاترة، لكن ابننا لازم يكون هو الاساس في الموضوع ده. دور الاب والام هنا مجرد دور توجيهي، لان هم يمكن اكتر حد قدرة بابنه هو الاب والام، بيبقى عارف قدراته وعارف امكانياته. ده كان زمان، ده كان زمان يا دكتور، دلوقتي محدش عارف ولاده وممكن يبقى عندهم قدرات هو ما يعرفهاش. لا لا بص حضرتك، الام يعني انا بعتبر ان الام دي هي الترمومتر المؤشر الاساسي لمعرفه الابن. يعني حضرتك حتى احنا بنقولها كده بالبلدي، الام دايما تقول انا ابني وانا عارفاه. يعني الام دايما حتى ولو كانت يعني في مستوى التعليم بتاعها ما هياش مستوى متقدم او حاجه، لكن بتبقى على الاقل هي عارفه ابنها قدراته رايحه فين. نعم. دي بتساعد خاصة لما يكون طالب مجتهد. يعني هي المشكلة كلها على فكرة، انت عارف حضرتك احنا ممكن نقسم الطلبة لثلاث فئات. الفئة اللي هي المتفوقة او المجتهدة اللي مجموعها بيعدي 95 وانت طالع، وفي الفئة المتوسطة، وفي الفئة اللي هي يعني بتجيب مجموعة قليلة جدا. من الممكن ان يكون في طالب مجموع منخفض ونقول بقى بيخش مرحلة ثالثة او ما الى ذلك، وبقى بالرغم ذلك بيتفوق جدا في حياته العملية. لان المساله مش مرهونه، الثانويه العامه مش مقياس. يعني انا بعتبر الثانويه العامه هي مقياس او معيار لاجتهاد الطالب، مش لامكانياته فقط، لاجتهاده. ممكن واحد يكون ما هواش مجتهد او في الثانوي، لكن يخش كليه من الكليات اللي احنا بنسميها كليات متوسطه ويتفوق بعد كده حتى العمليه. طب تنصح الشباب دول بايه يا دكتور؟ انصح الشاب ان هو يشوف نفسه هو رايح فين، يعني هو عايز ايه، امكانياته رايحه فين. واخد بال حضرتك؟ يعني ممكن واحد يكون جايب مجموع متفوق جدا ويجي اهله يقول له خش طب، يقول انا مش عايز اخش طب. يعني عايزين نبعد عن اولادنا مساله الاحتفاظ بالالقاب. شوف انت والكليات الجديده، راي حضرتك هل يغامروا ويدخلوا كليات جديده لسه بتقول يا هادي وهي ممكن تفتح ابواب مختلفه؟ شوف حضرتك، يعني الكليات الجديده بس اماليه ملحوظه، ليه ملحوظه عليها. يعني المسميات، مسميات الكليات الجديدة مسميات ممتازة جدا جدا، ويعني حاجة فيها أمل المستقبل، لكن هنا عايزين نحط علامة استفهام. الطالب اللي هو هيخش الكلية دي لازم يعرف أولا هو رايح فين، فلازم الكلية، لازم الكلية يكون في نوع من الدعاية واتيفر بشكل ما، تعرف الأولاد دول قبل ما يكتبوا رغبتهم الكلية دي هتخرجوا هتوديه فين. صحيح. يعني يعني يهمني سوق العمل، يهمني النهاردة هو يخش كلية النهاردة هيتخرج بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، أو بنظام الكريدت أور مثلا بعد 3 سنين. طب بعد الفترة دي ما هتعدي هيبقى سوق العمل شكله إيه؟ هل هيساعدهم؟ هيشتغل إيه بالظبط؟ بالظبط. ومش بس كده، يعني أنا بقول النهاردة مثلا في طالب هيخش كلية الطب هيقعد يقاسي في الكلية مجهود ومصاريف ويعني وأمال، ويجي بعد ما يتخرج يقول لك لا انا مش عاجبني. احنا النهارده شفنا قد ايه هجره الخريجين الطب، هجروا بعدد كبير جدا جدا وتسببوا في ازمه. حضرتك كنت بتتكلم لسه مع الدكتور حسين من فاطمه من شويه، بنتكلم في مساله ازمه عدد الاطباء بالنسبه لعدد المرضى او عدد السكان. صحيح. ليه؟ لان هم لقيوا الامل اللي كانوا بيأملوا له مش موجود. يعني هو متخرج عايز برضه يعيش حياه كريمه، فما لقاش، لقى الدخل اللي داخله مش، فاضطر ان هو يهاجر. نعم. دي مشكلة. يعني احنا برضو عايزين
نبص لكل الامور دي من جميع النواحي. يعني لازم الطالب اللي هو النهارده خلص ثانويه عامه وجاب مجموع، سواء كان بقى مجموع كبير او مجموع صغير، يبص اولا لامكانياته، ده رقم واحد. رقم اتنين، يحاول يرجع لاي حد عنده خبره، يعني محيط الاسره، الاعلام برضه، المستقبل عامل ازاي. تمام، محيط الاسره مهم جدا، الاعلام برضه حضراتكم لكم دور كبير. يعني انا بقى يعني بحييك انا بتقول زي كده النهارده، ويا ريت تستكمل القضيه دي ونستضيف برضه القائمين على الكليات الجديده او اللي هم ضالعين في هذه المؤسسات، يطلعوا يكلمونا عن مستقبل الكليات دي. ايدينا على كتفك يا دكتور، ايدينا على كتفك، وانا شايف يعني احنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل ده. وانا بشكرك حضرتك ان انت يعني فتحت قلبك لينا بهذا الشكل دكتور. لا ده امرك. يعني سعداء بالحديث مع حضرتك دكتور محمد عبد العزيز، استاذ العلوم والتربيه جامعه عين شمس. فطب هندسه شرطه حربيه، هتعملوا ايه؟ هتفكروا ازاي؟ كليه جديده، شكل جديد. التقديم لكليه الشرطه ابتدى، والكليه اعلنت عن مد ميعاد التقديم لحمله المؤهلات الجامعيه، فده شيء يعني يعتبر شيء يساعد بعض الناس انها تفكر فيه. الباب مفتوح. هل انت فعلا بتفكر ان انت عايز تدخل كليه شرطه بعد الثانويه العامه ولا بعد الجامعه؟ خلوني ارحب باللواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئه التدريس باكاديميه الشرطه. اهلا وسهلا سياده اللواء. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. واهلا بالساده المشاهدين. يعني النهارده احنا بنتكلم على قدامنا الشباب اللي مخلصين ثانويه عامه ممكن يقدموا للدخول في اكاديميه الشرطه، او الحاصلين على المؤهلات الجامعيه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هو طبعا نظام الطالب الحاصل على ثانويه عامه سواء كان هذا العام ام العام الماضي له حق التقدم. الثانويه العامه والثانويه الازهريه له حق التقدم لكليه الشرطه نظام الاربع سنوات. يتخرج بعد اربع سنين، بفرض ان هو نجح طبعا في الاربع سنوات، يتخرج ضابط برتبه ملازم. ده النمط التقليدي الطبيعي، وما زال الطلبة السنة دي بيقدموا من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. برضو المؤهلات الجامعية لها نصيب في التقديم لكلية الشرطة، وبيتخرج ملازم أول، وممكن يبقى حسب بقى المؤهل بتاعه هو طبعا حسب التخصص. يعني التخصص بتعلن بعض التخصصات الوزارة لها احتياج منها، فبيتقدموا من الاحتياجات حملت ليسانس الحقوق. طب اللي حاصل على ليسانس الحقوق ده هيتخرج يشتغل ايه بعد سنتين؟ بعد سنتين اعداد اساسي ليه. هو الفرض ان هو حاصل على ليسانس الحقوق، يعني مش هياخد دراسات قانونيه، هياخد دراسات امنيه لمده سنتين، ويتخرج ملازم اول يشتغل ضابط شرطه زي الضابط اللي بيتخرج من نظام الاربع سنوات. يعني يشتغل، ممكن يشتغل في المرور، ممكن يشتغل في الامن، ممكن يشتغل، مش شرط يشتغل حاجه قانونيه. يعني بالضبط بيشتغل في المهام اللي ممكن يشتغلها الضابط اللي متخرج من الكليه وفق نظام الاربع سنوات. مفيش اي فرق. ضابط شرطه اشتغل في المجالات الأمنية المختلفة، مرور، حماية مدنية، أمن عام، كل حاجة. كل حاجة. وترقياته يا فندم بتبقى زي ترقيات زمايله ولا بياخد وقت أقصر وقت أطول؟ ده كلام مهم. هو بيتخرج ملازم أول، بيمشي في الترقيات مع الدفعة بتاعة الثانوية العامة بتاعته. يعني مثلا الطالب اللي هيدخل السنة دي هيتخرج بعد سنتين ملازم أول، هو دفعته اللي دخلت الكلية الثانوية العامة هو بيمشي معاها فرض ان هم نكفت الاربع سنوات. فاللي بيقدم السنة دي مش يعني مش ليسانس حقوق السنة اللي فاتت، اللي بيقدم السنة دي ليسانس حقوق اللي حاصل عليها في 2020 بيبقى زمايله اللي هم هيتخرجوا السنة دي دفعة 2020 هيمشي معاهم، هيمشي معاهم وهيلحق بالدفعة بتاعتهم ويمشي معاهم فيما يتعلق بالترقي. بس اسمح لي استاذ اسامه ان انا يعني اشير الى تفصيله صغيره كده في حديث حضرتك. قلت حاجه مهمه ان مده القبول بتاعه المؤهلات الجامعيه تم مدها، هي في الاصل كانت
من 4-8 بدأت حتى 3-9 تم مدها ل 17-9. طب ليه يعني المهلة دي اتمدت؟ لسببين. السبب الأولاني إن نتائج البكالوريوس والليسانس اللي هي هيقدموا للكلية بتحتاج بعض الوقت عشان تطلع النتائج بتاعتهم، فعشان كده اتمد مهلة التقديم. لسبب ثاني برضو جد مهم، ان تخفيف اعداد الطلبة المترددين على الكلية لتحقيق مزيد من الامان في تطبيق مبدأ التباعد كاجراء احترازي من عدوى الفيروس. طبعا طبعا مهم. فالسببين دول خلوا الكلية تمد الاجل للمؤهلات الجامعية. زي ايه المؤهلات الجامعية؟ بكالوريوس طب، بكالوريوس صيدلة، أسنان، وهكذا بقى التخصصات اللي هي أعلن عنها، وطبعا لسانس الحقوق ل 17-9 بدلا من 3-9. نعم تفضل يا فندم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء الدكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. أكاديمية الشرطة النهاردة يعني برضو لو تسأل غير يعني الدنيا اختلفت والتكنولوجي دخلت وبقت يعني في شكل جديد جدا لكل هذه الكليات اللي بتقدم لنا فعلا، تاخد شباب ممتاز وبتطلع شباب ممتاز برضه.